والله الحمد لله جو ونس ومكان زين والحمد لله جينا انت والناس جو يعني سياحي. اي والله الحمد لله جينا خذينا ناخذ اقامه الشهر نظلنا تسم يوم هان 4 ايام 5 ونرجع للموصل بس جينا انت والناس ونغير جو. اي والله وانت شرف اهل اربيل واهل اربيل كلهم على روسنا. والله ما كفرق الحمد لله كله نفس المستوى. وين نروح السياحيه؟ والله من القلعة يرجع الغوش تبه ومن الغوش تبه هي. لا والله ما يروح للشلالات على القلعة وبس. سولف هادي. اي يقولك شو اسمك؟ هادي. والله زين خوش جو سياحي وهذا. ايمن والله نجي انت ونا سياحة 5 ايام 6 ايام ونرجع شهر رئيس. اي والله والله نرجع لها لمصر. يعني من انا اقول اسمي هيثم اسماعيل جيت من بغداد سياحه هنا لاربيل. يعني اربيل عاصمه كردستان. الجو هنا كله جميل امن وامان اكو. الناس يعني متاخين صداقه وكل شيء ماكو. الوضع الاسواق ما اسواق وضع جيد اسعار رخيصه سياحه جميله جدا. واحنا هسه بالقلعه قلعه تاريخيه للعاصمه اربيل ومرتاحين وكل القوميات والمواطنين كلهم متاخين. نعم هاتي اني ام مصطفى. طبعا انا زيارتي لاربيل زياره حب وحب للاكراد يعني ما يتعدى كثير هوايه. وجيت هنا الاستقرار والامان الصداقه الحلوه التعايش الحلو بين الناس ماكو تفرقه بين هذا وهذا. اهم شيء الامان. اهم شيء هذا الامان. اهم شيء ناسها طيبين. اهم شيء التعامل وياهم حلو. والله جينا من الموصل جينا السياحة هنا ما شاء الله اربيل يعني منطقة حلوة حيل ناسها حلوين شيء رخيص عادي يعني ما عندهم كبرة نفس. ايه كم يوم كم مرة جينا؟ هاي أول مرة. أول مرة؟ هاي أول مرة يوم. إن شاء الله نعيدها مرة الأخ إن شاء الله. والله اول مره اجي على القلعه وعلى الواقع القي همي انا ادر على المدينه المنتزهات مالها المنتزهات شيء حلو اي والله حلو اربي. تعال تفضل معي. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا من الموصل زياره لاربي للقلعه هنا تونسنا بناسها ومناطقها الحلوه السياحيه. ما شاء الله اجواء حيل طيبه واسعار مناسبه وناسها طيبين وتونسنا حيل تونسنا. هسه باربيل وراح نطلع هم للمدينه نفتر نشوفها مكان حيل حلو. نسال الله ان شاء الله الموصل تصير هم حلوه مثل اربيل ان شاء الله يا ربي. مدينتنا الحبيبه نينوى مدينتنا اربيل اهلنا وناسنا واحبابنا الله يشهد احبابنا اخواننا كردستان نتشرف بهم واحنا ونجي يومهم نتونس هنا ودائما ان شاء الله نجي نعيدها ان شاء الله مره ثانيه وثالثه. عيدوها تعالوا علينا غالي انتم تعالوا علينا على الموصل. يعني هاي الفتره الطويله هاي اول مره اجي والله ان شاء الله ان شاء الله نعيدها دائما نعيدها. والله انا احب اجيب الموسم. هلا بيكم اشو كنت ما تجون هلا بيكم ما شاء الله الموسم صار حلو. هم صارت حلوه وهم ينع شغلها مرتبه وهم هيك منتزهات سوا ونافوره حلوه هيك سوا. ايه ان شاء الله الف هلا بيكم.